الفيديو النهاردة عن ايه هي الرموز اللي لما اشوفها في الرؤية بلاش ان انا اهملها او ان انا اتخطاها، لان هي بتنبهني من وجود مس ولازم ان يتم علاج منه او تداوي منه. ايه هي الرموز دي؟ رقم واحد، ودي تنتبهوا عليها قوي لان بتتكرر مع ناس ولكن بيتوقعوا انه دي مش رؤية او ان دي تخيلات او الكلام ده كله. لا، ما تغفلش ابدا عن التحرشات في الرؤية، يعني انك تشوف ان في او تشعر ان في تحرشات. التحرشات اما تتكرر معاك في رؤية سواء لرجل او امرأة، دي بتعود على ناحية المس مش بتعود على شيء تاني، يعني محدش انه يهملها او انه هو يتخطاها او يشوفها انه شيء عادي. لا، التحرشات في الرؤية دي اكبر تحذير على ناحية المس، فلازم تنتبه ليها. رقم اتنين، انك تشوف الشخص وكأنه سكران سواء رجل او امرأة، يعني شايف انه هو بيتخبط زي ما ذكر في القرآن، التخبط او ان الشخص مش قادر يقف بشكل سليم او بشكل طبيعي، لا ان الشخص بيقع بشكل متكرر، ان الشخص بيتخبط وهو ماشي، ان الشخص شكله كأنه مش في وعيه او في وضعه الطبيعي، ده بيكون رمز تحذير لناحية المس، فدي كمان من الرموز التحذيرية. كمان رؤية انك في مكان مظلم مش قادر تخرج منه، يعني اشوف ان انا في مكان، في غرفة، في بيت، في مكان مظلم، لا انا شايفة باب ولا شايفة مكان اخرج منه ولا اي شيء، انا شايفة ان الظلام بيحيط بي. احاطة الظلام بيك او انك تشوف انك في مكان كله مظلم، ده تنبيه ليك بانه مفيش تغيرات هتطرأ على حياتك. يعني لو انت بتنتظر زواج، بتنتظر ذرية، بتنتظر عمل، بتنتظر شيء، لا، الرؤية دي بتقولك خلي بالك، الظلام اللي بيحيط بيك هنا ده معنى ان فيه سوء، والسوء هنا بمعنى المس مش السحر، بيحيط بيك وده هيمنع عنك او هيحجب عنك اي خير او اي تيسير انت بتنتظره. شرط ان يكون ظلام حالك، مش انه اضاءة خافتة او الكلام ده كله، لا، ظلام حالك، انا مش شايفة اي حاجة حواليا. كمان رؤية هجوم الكلب الاسود. الكلب الاسود لما تشوفه قلنا ان احنا ننتبه عليه، عشان في ناس بتقوله ان هو عدو طول الوقت. لا، هو مش عدو طول الوقت. الكلب الاسود الرسول عليه الصلاة والسلام اوله بالشيطان، فلما اشوفه لازم ان انا احذر، مش طول الوقت ده عدو عدو عدو، لا، هو مش عدو. هو معظم الرؤى بيكون ان ده تنبيه من انه في شيطان متربص بيك وان انت في مس بتعاني منه، فما تهملش الرمز ده. كمان رؤية التدنيس، يعني الملابس المدنسة، غرفتي اني اشوفها مدنسة. مدنسة يعني ايه؟ يعني اشوف انه في تبول، في تبرز، في الحاجات اللي هي مش محمودة ان انا اشوفها في مكان طاهر او في مكان نظيف. فمعنى ان انا اشوف الحاجات دي كلها في مكان، خاصة لو جت مجتمعة او على ملابسي، ده هنا تنبيه من انه خلي بالك هو في مس انت بتعاني منه، بس دي هتيجي لمين؟ هتيجي لحد هو اللي فاتح باب السوء على نفسه. يعني لما اشوف ملابسي عليها الامور دي من تغوط، من تبول، من الكلام ده كله، ده معناه انه انا مصابة بالمس او السوء، ولكن بسبب تقصير من ناحيتي. اذا كنت انا بستمع لاغاني، اذا كنت انا في تقصير في الناحية الدينية، مفيش تحصينات بعيد عن ناحية الصلاة، كل الامور دي تنتبه منها في رؤية التدنيس، لان ده ينبهك ان السوء او المس الواقع واقع بسبب باب سوء انت اللي فتحه على نفسك. كمان رؤية اعاقة الحركة، يعني اني اشوف انه في شيء بيعيق الحركة بتاعتي، ان انا مثلا عايزة اصعد مش قادرة، في شيء بيعيقني، عايزة امشي مش قادرة. الرموز دي بتكون تنبيه. تنبيه لإيه؟ هنا بيكون تعطيل بسبب مس، يعني لما اشوف انه انا في شيء بيعيقني، مش تقل حركة، مش ان انا حاسة ان اقدامي تقيلة، لا، انه في شيء بيعيقني، يعني انا حاسة ان في حاجة امامي، في حاجة مش مخلياني ان انا اعدي او امر او ان انا اصعد، في حاجة امامي بتدفعني ان انا ما كملش او ان انا ما اخدش الخطوة دي. هنا بيكون تنبيه لناحية المس. كمان رمز مهم قوي، وهي رؤية الحرب او العراك. الاتنين دول
تنتبه منه، ومش أي حرب وعراك، لأ لازم تكون مع مجهول. يعني أشوف كده إن أنا في نزاع كبير، في حرب كبيرة، وفي بقى مشاكل، في دماء، في سوء، شرط أنا ما شفتش اللي قدامي، يعني ما شفت الشخص، لا هو معلوم ولا هو مجهول، أنا ما شفتش أصلا أي شخص أمامي. هنا بتقولك إن خلي بالك، أنت بتواجه أمر مخفي عنك، والحرب بتاعتك أو الضرر الواقع عليك واقع من حد، مش من ناحية بقى بشر أو الكلام ده كله، لأ هنا بتقولك إن الضرر الواقع أو السوء الواقع عليه هو بسبب مس. فرؤية الحروب والعراك ولكن مع مجهول ما ظهرش أصلا، هنا بتكون رمز لناحية المس. كمان رؤية السقوط من مكان ملوش آخر، يعني إن أنا سقطت مثلا من عمارة، سقطت من برج لمكان ملوش آخر، أنا ما شفتش إن أنا سقطت على الأرض، أنا شفت السقوط فقط، يعني سقطت المالة نهاية، ما شفتش بقى لا أنا ارتطمت بشيء ولا أنا وقعت على الأرض ولا الكلام ده كله، أنا شفت إن أنا سقطت من مكان مرتفع فقط. طيب إيه كمان؟ اجتماع الرموز اللي هنقولها دي مع بعض. أولا كثرة الصراصير، الحشرات، النمل، ما يجيش لوحده، مش رمز من دول لوحده، لا كل واحد لوحده يؤول على صفته، لكن أشوفهم مجموعين، حشرات في بيتي، ذباب، صراصير، نمل، اجتماع فئران، اجتماع الحاجات دي كلها، أشوف شقتي إن هي خلاص بقت مليئة بالأمور دي أو بالحشرات والقوارض دي. لما أشوف المكان بتاعي بالشكل ده أعرف إن المكان ده فيه مس أصاب أهله، ولكن برضو أصابهم ليه؟ عشان للأمانة النقطة دي برضو بتبين أو بتظهر إن الشخص ده هو اللي فاتح باب السوق، الشخص ده هو اللي بيته مش محصن، بيته فيه مقصرين، الناس دي شوية كبيرة بعيدة عن ربنا، أو في معصية ارتكبت في المكان ده. فالرموز دي أو الرمز ده تحديدا زي رمز التدنيس كده، لازم إن أنت تنتبه على نفسك الأول وعلى بيتك. طيب إيه كمان؟ الرمز ده هتلاقيه انه بيتكرر على الناس اللي عندها مس ولكن من فترة طويلة، يعني مش الناس اللي لسه مصابة، لا اللي من فترة طويلة جدا هتلاقي الرمز ده بيتكرر، وهو استماع لأجراس الكنائس، ان انت تسمع الأجراس وانت واقع في قلبك ان ده جرس ولكن بيخص كنيسة. تكرار الأمر ده مش بمعنى السحر، تكرار الأمر ده هنا مش بمعنى سحر، وإنه سحر طالما إنه جه نصارى أو الكلام ده، لأ هنا مش بمعنى سحر، هنا بمعنى إنه مس. فالرموز دي لازم تنتبه عليها، خاصة لو بتتكرر عليك فده إنذار أو تحذير ليك إنه خلي بالك إنه في مس وإنه لازم إن يكون في تداوي. وقبل كل شيء براجع نفسي، إيه الباب اللي أنا فتحه وهو اللي مسبب لي الضرر ده كله، واحاول ان انا اقفل الناحيه دي خالص، ان كان تقصير في صلاه، ان كان تقصير في تحصينات، ان كان تقصير في اذكار، خاصه اذكار الصباح والمساء، انبه على اللي حواليا لو عندي حد مقصر وانا شفت الامور دي بتقع عليه هو في الرؤيه مش عليا، انبه على الشخص ده انه يلتزم وانه يحذر. التفت للي حواليا، هل في حد بيستمع لأغاني؟ هل في حد بينظر لشيء سيء أو بيتفرج على حاجات مش محمودة؟ أنبه، لأن الأمور دي كلها بتفتح باب السوء. طبعا ربنا يحفظكم جميعا، ما ننساش الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، وياريت تعملوا لايك للفيديو، واللي مش مشترك ياريت يشترك وفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصلكوا إشعار البث المباشر يوميا لتفسير رؤياكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.